السلام عليكم. الله يعطيك العافية. شلونك أخي؟ والله فيك تحكي لنا وين كنت، وين رايح، شو الوضع بالرستة؟ والله كنت بشغلة وحالي رايح على رايح في قصف على مدينة الرستة. ايه هلك والدور هلاك. طيب شايفك شايل انت اللوحة القرآنية مثل هي ومكتوب عليها الله جل جلاله، وهون آيات قرآن، يعني فيك تحكي لنا منين جايب هدين يعني ولا؟ والله جايب من الدار، من الخراب، دارنا نزلت على الارض وشالت دوخة وما ضرب حدا من ضربة داركون؟ من ضربة دارنا. ليش اخذ هذين يعني؟ هذين السلم من البيت؟ هذين السلم من البيت من الدار كلها. ايوه واخذهم معك انت؟ واخذهم معي. طيب شلون الوضع المعيشي بالرستا؟ فيك تحكي لنا عن الوضع المعيشي بالرستا؟ الوضع بالرستا ما بيتحمل. شلون يعني؟ خبز ما في واكل ما في كنا يوقفوا هالضرب من هالكتيبة شايف انا حتى هون الشارع خراب، والشارع هون خراب، شافت عينه هون، يعني شيء مرعب مخيف. اي والله شيء مرعب مخيف، كلها انهزمت وكلها صوت طيران. شو هو الطيران؟ محتمل يكون طالع رستن هاد؟ طيران حرب، كل نهار بضربنا بالطيران، بالطيران بضرب في ضرب على رستن، في ضرب على رستن كل نهار. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب انتو بالرستن بهالوضع المأساوي اللي عايشينه وبهالظروف القاسية، نعم، شو متطلباتكم انتو يعني؟ طلباتنا ان نوقف هالضرب هذا، انه بدنا اكل بدنا شرب، يعني اهم شيء القصف يوقف، اهم شيء القصف. ان شاء الله بالقصف ما حد عم يتأذى، ما حد عم يموت. والله كل نهار جرحى كثير، 4 5 3 4. ايوه